أنا دالاس، وللمرة الخامسة أخطط لعبور سلسلة جبال جرجرة بالكامل. لدي ما يكفي لبقاء حيا لمدة أسبوع. سأقطع الغابات والشلالات وأعبر الممرات الخطيرة في الجبال وأشرب من مياه الجداول وأستلقي في المروج الخضراء. سأعيش تفاصيل كل جزء من هذه الرحلة. درب جرجرة الكامل، لنبدأ. عبرت يوما بين كثبانها الرملية الشاسعة. سافرت عبر تاريخها الدفين إلى تغيت، عاصمة الجمال الصحراوية. من رمالها الصفراء الذهبية وقصورها العتيقة إلى واحاتها الخضراء، نسافر عبر هذه القطعة التاريخية المذهلة. نعم، كما تابعتم مشاهدين هذه الفيديوهات، انتشرت في الأونة الأخيرة لكريم دالاس، وهو صانع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي على طريقة ناشونال جيوغرافيك، من ناحية كتابة النص، من ناحية التعليق، ومن ناحية حتى جودة التصوير والأماكن التي يزورها. اخترنا مقطعين حمزة في هذين الفيديوين، فيديو في صحراء تغيت ومقطع تريلر لأطلس البابوري، جبال أطلس البابوري. شيء جميل والله بكير، أنا يعني انبهرت بجودة التصوير، بالإخراج المميز، بالفكرة. هذه شيء مميز جدا للترويج للسياحة الجزائرية، وهؤلاء الشباب يعني صناع المحتوى السياحي يستحقون الدعم طبعا. هذه يعني لما تشوف الفيديو يعني تحس باللي كاين طاقة شبانية تعمل. نعم كريم دالاس لم يلقى تلك الشهرة الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل صناع محتوى آخرين، ويستحق كل الدعم والتشجيع. أكيد. أنا أتابع كل فيديوهات كريم، يعني هي ليست التصوير فقط، الفكرة، المونتاج، التعليق الصوتي، وهي ثقافة غريبة في الجزائر. يعني نصنع فيديوهات، أنا متمني حمزة تكون عندنا قناة في الجزائر مثلا وثائقية، لما لا تكون عندنا قناة وثائقية، وهو أيضا وشباب مثله يقدروا يساهموا في تصوير مثلا الصحراء الجزائرية والغابات الجزائرية. ايضا هناك الثوره البريه، الثوره البريه هو وثائقي جزائري منتشر 100% منتشر، عرض على التلفزيون العمومي الجزائري لرضوان. رائع، جميل. الجزائر فيها نقدر كاين صناع محتوى سياحي مميزين في الجزائر، خوبهيب ايضا كاين، يعني كاين هؤلاء الشباب. هذا المحتوى اللي لازم نروجوا له بكير، لانه يفيد. ماذا يفيد؟ يفيد القطاع السياحي، يروج للسياحه الجزائريه طبعا. وشباب شباب يعني يحتاج فقط الى الدعم. هناك كثير من الاماكن في الجزائر غير مازال ما وصلوش ليها، مازال ما زاروهاش. من خلال هؤلاء رانا نشوفوها، نحاولوا اننا نوصلوا ليها نشوفوها عبر الشاشات في الهواتف او حتى في التلفاز. شيء ايجابي طبعا. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.